السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فيجو جيمنج. إزيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير، ويا رب كل اللي بيتابعنا يكون بخير. ناس كتيرة بعتت لي عن الريد ماجيك 7 وليه ما جبتش الجهاز لحد دلوقتي. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن سبب إني ما اشتريتش الجهاز وقررت إني كمان مش هجيبه. طبعا الناس اللي متابعاني عارفة اني معايا ريد ماجيك 6 اس برو، بقالي فترة الجهاز معايا وعامل شروحات عنه وعن الجيم مود والكلام ده كله. فاللي حصل اني بعد ما ريد ماجيك 7 نزل بدأت ادور عن المراجعات بتاعته وعن الخواص والمميزات اللي موجودة داخل الجيم مود، ويعني الحاجات اللي فرقة عنه وعن النسخة اللي قبل كده اللي هي الريد ماجيك 6 اس برو. فبصراحة ما لقيتش فيه اي فروقات في المميزات والخواص، كل الفروقات تعتبر فروقات قليلة جدا، ألا وهي في المواصفات نفسها زي البروسيسور وحساسية اللمس بتاعت الشاشة وحساسية لمس التريجرز، ودي حاجات مش فارقة كتير. يعني هو طبعا اللي هيفرق قوي هو موضوع البروسيسور، بس برضو الجهاز اللي معايا الريد ماجيك 6 اس برو قوي وأداؤه مش وحش خالص، ولقيت ان انا لو جبت الريد ماجيك 7 مش هستفاد اي حاجة ومش هقدر افيدكم باي حاجة لاني مفيش حاجة اتكلم فيها. يعني زي ما قلت المواصفات هي بس اللي فارقة في البروسيسور، لكن المميزات نفسها هي هي في الجهازين، مفيش اي فرق فيها. فزي ما عملت السنة اللي فاتت ان شاء الله برضو لما نزل الريد ماجيك 6 و 6 برو ما جبتهمش، واستمريت على الريد ماجيك 5G لحد ما نزل الريد ماجيك 6 اس برو جبته. فالسنة دي ان شاء الله هنعمل كده، او هناخد رأيكم ونشتري جهاز تاني من شركة تانية، لاني طبعا ميزانيتي محدودة وانا طبعا القناة عندي صغيرة، فالحاجات ديت انا اللي بجيبها على حسابي. فالميزانية دلوقتي تسمح لي ان انا اجيب جهاز واحد، والجهاز دوت هنعمل زي تصويت كده وهاخد رأيكم في اني جهاز نجيبه. طبعا الاجهزة دي هتبقى يا اما بلاك شارك، يا اما اسوس روك فون 6، يا اما لينوفو ليجن 3 او اللي هو الواي 90 يعني، او يا اما نستنى الريد ماجيك 7 اس برو لما ينزل، بس ده هياخد كمان شهرين ثلاثة كده او 4 شهور كمان. فاكتبوا لنا كده في التعليقات ايه رأيكم وايه الجهاز اللي ممكن نجيبه ونعمل عنه، واكتر جهاز هيتقال يعني عليه في الكومنتات ان شاء الله هنحاول نجيبه ونتكلم عنه. وبرضه هعمل زي تصويت كده في بوست على القناة هنا او المنتدى بتاع اليوتيوب، هستناكم برضه تعملوا لي تصويت فيه على الجهاز الاكتر اللي حابين نجيبه ونتكلم عنه. دي كل الفكرة والنقطة بالنسبة لي. انا مش هجيب الجهاز يعني عشان خاطر ان فيه عيب او حاجة، لكن زي ما قلت انا مش هستفاد منه ومش هقدر افيدكو لان هو مفهوش حاجة جديدة اتكلم عنها. بكده نكون وصلنا لنهاية كلامنا النهاردة، ما تنسوش التصويت والتعليق بالجهاز اللي انتوا عايزينه. هسيبكوا تكملوا الجيم بلاي ده واشوفكوا في فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فين يابا؟ وربنا انا مبوظهم، وربنا مبوظهم بالاي كي ام. انت وقعت لانهي؟ في واحد ورا الشجرة دي؟ ده عيان خالص على الله حكايته. انا جاي لك عشان انا عايش خلاص. لا بالله عايش، بس بالله هتموت والله، ممكن عايش امشي انا اموت. الاتنين عبط من بعض. اللي هنا بص، ده نايم فين؟ نايم قدام العربية. وفي واحد هناك، هناك يضرب عليك اللي هناك. Don't give up. Your teammate, please recall me. Please recall me. يا جدع يا لعن الايم، وربي ايمك ايم ايم اس يسعد دينك يا دم. اهو اهو اسطورة. Please recall me. Please recall me. Please recall me. هلو بياد يا عبيت يالا، هلو بياد يا عبيت يالا.
اه يا اسطى فيجو طبيعي يا اسطى، بس ابات ايمي ايه يا متخلف يا اسطى. انا مش فيجو يا اسطى، انا بتكلم فيجو اللي بيلعب معايا يا اسطى. انت شايف ان ده ثبات سلاح يا اما بالراحه؟ بس انتوا ليه ليه بتفنشوا؟ تعال روم، تعال يا اسطى، لو قلبك جايبك تعال. لا لا قلبك جايبك يا عم، بعت له طلب خلصانه. قلبك جايبك تعال، اسمك جدو خلصانه يا بقى. انا شواح خلصانه يا عم. اتنش 400 400 يلا 400 400 400 يلا. معايا 120 وبلاش تبايك له. بص هو واحد يمين واحد شمال، فما منصحكش تبش لهم. بش على اللي في البيت الاول من ناحية الشمال، خدها عليه. ايوه روح على اللي في البيت ده على طول اللي قدامك. هو هنا، هو هنا. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده بيعمل ايه ده؟ انا نط تقريبا، نط من فوق. هو فين ده؟ انا ممكن ما اخدش بالي لان انا بزكتيت عليك، فاهم؟ مش بشوفها بتعمل دوت. استنى اللي بس يا رب ده كان يتلزق فيك يا عم. انا مش سامعه بقى، انا سمعت العربية. لا ما بشوفش ما هنا هاي اهو. انا سمعت خطوات تحت على اليمين، تحت عند الفوق. مش هو ده بس. هي دي عربية؟ اه هي. بقول لك ايه، المهم تطلع تقبل جده عشان نقبل إيه؟ يعني نلعب روح. وهنا يا جد النهارده انت معاك رومات صح؟ قدام قدام على الشمال يا رب. انا سامع صوت الضرب بتاع الام. هو ايه اللي؟ لا يابا انت بتلعبش رومات مع حد ليه؟ يا ابن اللعيبه، ما تشيل يا اسطى السبريسو. تيك توك اسمه تيك توك. تيك توك بقى. لا ده توتو توتا. اه يا الادب يا تيك توك يا توتا ولا يا تيتي انت ولا انت. ما علينا، قولي لصاحبك اللي هو اللي اسمه تيك توك كده يمسح القناة بقى. معلش مش لايق عليه بلبس الشجرة اللي هو لابسه ده. لا لا بس اقول لك فيجو، هو انت تليفونك اللي بيزمر ولا هي ايه؟ اكيد مش انت. بقول لك ايه، اجي روم على موبايلي. خدي بس راحة فين؟ مش عارف ما بقاش ايه. بقول لك ايه، الجيم ده انت فيه 20 كيلو يا ابن اللعيبة. 20 Ocean with you, baby, up with a slow motion.